كوبين بسكويت مطحون، كوب فستق مطحون، ربع كوب من زبدة الفستق، وبدنا ربع كوب من الحليب المحلى، وبدنا شوكولاتة الذايبة أو صوص الشوكولاتة حسب ما متوفر عندكم في البيت. عندي بسكوت، هذا البسكوت طبعا بسكوت مطحون عادي، رأملكم عين صغيرة تشوفوها. عندي كمان الفستق، الفستق العادي اللي هو من النوع يعني مش غالي. طبعا فيكم إذا معكم إمكانية، أوكي إذا في إمكانية فيكم تستخدموا فستق الحلبي أو اللوز، ولكن إحنا هون خلونا على البسيط وعلى الهدى، الفستق منيح. بعديها باخذ زبدة الفستق حبايبنا وبضيفها وين؟ هاي طبعا فينا نسويها في البيت. زميلتي وأختي إيمان سوتها فيديو قصير. إيمان عمالي كيف تحضر فراشتنا؟ الله يسعدك بالخير. بالضبط. فينا نشوف وصفتها ونعملها في البيت كمان ومش مكلفة. تمام. فستق محمص ينحط في الخلاط، اخلط اخلط اخلط، صلى الله وبارك. هون راح أضيف شوية من الحليب المحلى ونبدأ نخلط حبايبنا مع بعض حتى تصير عندي عجينة سلسة، وبعديها رايح عملها كرات، ومن ثم رايح أضيف عليها الشوكولاتة. هاي الشوكولاتة عندي الذايبة حطها، أوكي. وبعديها يا سمير بنسكر وهيك، ترى سمير كيف بنعقده. كيف الحجة بس تعقد شغلة بالبيت عندها. نعقدها هيك. تمام. ماشي سمير. وبطرف المقص يا حبيبي يا سمير، بسم الله الرحمن الرحيم، خلوا الفتحة تكون كثير فيعة. وبعديها يا سمير نجرب هون، أيوة، نحكي بسم الله. يلا عبد الله معي، بسم الله. شوفوا محلى هالحلو الموجود عندكم في البيت، ولا تطلعوا ولا تنزلوا، إشي كله بسيط وشغلة كثير سهلة.